مرحبا. طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع حرارة مرتفعة عم تتخطى معدلاتها السنوية وبتوصل لل 25 درجة بفترة الظهر. الرطوبة منخفضة والبحر متوسط الموج حرارة مياهه 21 درجة. اليوم طقسنا رح يكون غائم جزئيا دافئ مع درجات حرارة مرتفعة فوق معدلاتها السنوية خطيطة قوية على الجبال. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 16 على المرتفعات 11 بالبقع 6 والأرز 3 وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 21 عفوا برحبة التل 24 الأرز 10 أرطبة 12 وبعلبك 16 فقرة 10 برمينة 20 وبعلبك 24 الصالحية 22 عين عطا 17 نبطية 19 والرطوبة عم تتراوح بين 50 و75% حرارة سطح المي 21 درجة وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين 16-24 كمان التنين نفس الشي والتلاتة 15-22 الطقس ببلش يصير مش حلو. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الرياض 18، عمان 18، القدس 18، ودمشق 17، أما طرابلس ف 17، وتونس 14، الجزائر 12، ونوصل بنهاية المطاف إلى باريس 6. هيدا كان كل شيء. باي.